بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اللي بعد كده يا حضرات هو الصحة التنظيمية ومجموعة العمل تتكون من الباحثين في تهيئة دكتوراه 2019-2020 تمارا زكوت، حسن العدوان، إيناس القطراني، فراس يعقوب، إنجي أبو العلا، أميرة معتصم، وإشراف أستاذ دكتور ممدوح عبد العزيز رفاعي، أستاذ الموارد البشرية بكلية تجارة جامعة عين شمس. هذا الموضوع يا حضرات بيتكون من 4 موضوعات فرعية، وكل موضوع فرعي له عناصر فرعية من الداخل. الموضوع الأول هو الصحة التنظيمية، الموضوع الثاني استكشاف أبعاد الصحة التنظيمية المرتبطة بالبشر، وده دراسة في منظمات هندية للبحث والتطوير. الموضوع الثالث استكشاف رفاهية الموظفين كآلية أساسية في الصحة التنظيمية، وده دراسة في منظمات هندية للبحوث والتطوير أيضا. الموضوع الرابع نموذج المعدة الهيكلية للصحة التنظيمية في قسم إدارة المصايد البحرية التابع لمكتب إدارة المصايد البحرية.